يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة على القبر بعد أيام من دفن الميت، وما ضابط نعم. هذه المدة؟ ها؟ هل تجوز الصلاة على القبر بعد أيام من دفن الميت، وما ضابط هذه المدة؟ الفقهاء حددوا هذا بثلاثة أيام، يقولون إلى ثلاثة أيام، لا إلى شهر، يقولون يصلى على الميت إلى شهر، لأنه بعد الشهر يكون في الغالب أنه تحلل جسمه ولم يبقى منه شيء. هذا تعليل يعني، والحقيقة ما عليه دليل، الدليل ما عليه دليل، إنما هو تعليل والله أعلم. نعم.